تحياتي للجميع. نقاش اليوم عن حقن البوتوكس لمعالجة التجاعيد حول العين، وسوف نبدأ بما يسمى أقدام الغراب، وهي تجاعيد الشعاعي عند المآق الوحشي للعين، وسببها تقلصات العضل العيني الدائري. نقوم بتعليم منطقة الحقن بحيث تكون بعيدة 1 سنتيمتر عن حافة الحجاج الوحشي، وغالبا نحتاج من 3 إلى 4 نقاط، وكل منطقة تحتاج من 8 إلى 10 وحدات بوتوكس. وباعتبار العضلات سطحية جدا في هذه المنطقة، يكون الحقن تحت سطح الجلد مباشر. طريقة الحقن تكون مماثلة لما هو موضح في الفيديوهات السابقة، ولكن بإضافة وضع السبابة على حافة الحجاج الوحشية أثناء الحقن لمنع تسرب البوتوكس باتجاه العين. ومن المعروف أن المنطقة العينية غنية بالأوعية الدموية السطحية، وعند إصابة أي وعاء اضغط بإحكام فوق منطقة الحقن لمدة 2 دقائق، وهذا يقلل الورم بعد الحقن. ومن المهم جدا تجنب الحقن العميق في هذه المنطقة، لأن الحقن العميق قد يوصل البوتوكس إلى العضلة الوجنية الكبيرة، وهذا يسبب تدلي في الشفة العلوية وابتسامة غير متناظرة. والآن رفع الجزء الوحشي للحاجب، محكوم بشد العضلة الجبهية للأعلى وشد الجزء الوحشي من العضلة العينية الدائرية للأسفل. فإذا أردنا رفع الحافة الوحشية للحاجب، يجب أن نلغي شد العضلة العينية باتجاه الأسفل والحفاظ على شد العضلة الجبهية للأعلى. لتحديد نقطة الحقن، نرفع الحاجب للأعلى ونحدد 2 أو 3 نقاط تبعد 1 سنتيمتر عن الحافة العلوية للحجاج، وعادة تحتاج هذه المنطقة من 2 إلى 3 وحدات بوتوكس، ويتم الحقن بهذه الطريقة. ونصل إلى رفع الحاجب الكيميائي، وهو ببساطة إلغاء عمل كل العضلات التي تجر الحاجب إلى الأسفل، بحيث يرتفع الحاجب وتظهر العين أوسع وأكثر شبابا. وحتى نحصل على ذلك، يجب إلغاء عمل العضلات الرافعة والمقطبة والجزء الوحشي للعضلة العينية الدائرية. ويتم تحديد نقاط الحقن بالشكل التالي: بحقن منطقة المقطب والجزء الوحشي للحاجب، وتحتاج هذه العملية من 20 إلى 30 وحدة بوتوكس لنحصل على نتائج ممتازة. ويجب أن نتذكر دائما أن نحافظ على عمل العضلة الجبهية لتساهم برفع الحاجب، إما بعدم حقن الجبهة نهائيا أو حقن فقط الجزء العلوي من الجبهة. وأخيرا سوف نناقش علاج التكتل تحت الجفن السفلي. سببه تضخم العضلة الدائرية العينية، والذي يظهر كامتلاء تحت الجفن فقط عند الابتسام وغيب وقت الراحة. لتحديد مكان الحقن، نرسم نقطة واحدة فقط على خط منتصف الحدقة وتحت حافة الرمش ب3 ملم. ومن المهم جدا قبل الحقن أن نتأكد أنه لا يوجد ارتخاء في الجفن السفلي باستخدام سناب تيست، وكذلك يجب أن نتأكد أنه لا يوجد إظهار للصلبي بشكل مفرط، لأن الحقن سوف يزيد الأمر سوءا ويجب تجنبه في هذه الحالتين. ومن المهم أيضا التفريق بين ضخامة العضلة العينية وانفتاق الشحم تحت العين، ويتم الحقن بهذا الشكل ونحتاج إلى 1 أو 1 وحدة بوتوكس. وشكرا جزيلا على المتابعة، ونلتقي في الفيديو القادم.